ونبدأ مع بعض بقى ورك شوب كويسة كده. أولا هحاول ألم فيها على قد ما أقدر ري فاير مع البي فلو، بحيث نتكلم في الداينامكس بشكل براكتيكال شوية. يمكن السين اللي هتكلم عليها هيبقى فيها شوية عربيات، هيبقى فيها شوية جراوند كولابسنج، هيبقى فيها ريجنج، هيبقى فيها بارتكل فلو، هيبقى فيها شوية ديتيلز كويسة جدا، فمحتاجين ان احنا نركز فيها قوي. وبحاول على قد ما اقدر ان انا الخص الدنيا كلها في حاجة واحدة علشان ما تبقاش المعلومات متفرقة. مبدئيا انا عايز اعمل او ابني السين بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. تعالوا الاول نعمل Alt W، وانا هبني الاول البلان او الجراوند او المكان اللي العربية هتجري عليه. هروح لبوكس، وحاول بقى ان هو هيبقى طويل شويتين، ماشي. فهاخد البوكس ده يمكن كبير شوية، لان انا هحتاج جزء منه مش هيتكسر، في جزء من البوكس ده مش هيتكسر. تمام، بالمنظر كده هو ده المكان اللي هنشتغل عليه. يمكن هطول شوية كده، هو مش هيبقى يعني طويل قوي، لان احنا بنتكلم كده في 1046 سنتي مش متر. تمام، فده كده هنسميه جراوند، وهنغير الكالر. تمام جدا. بعد كده انا اللي عايز اعمله، عايز اعمل جنب ال او على الـ يعني جنب الجراوند دي، انا عايز اعمل بوكس تاني. دول هيبقوا ستاتيك، يعني دول اللي هيقف عليهم الحاجات اللي على الجنب او العربيات اللي هتبقى على الجنب. فانا عايز اخد ده وشيفت واسحب كده، شيفت واسحب، فانا هعمل واحد تاني واقوم قايله اوكي من الناحية دي، وشيفت واسحب الناحية التانية. تمام، وهو ما قايله برضو اوكي من الناحية دي. دلوقتي انا مش عايز يبقى فيه فرق بين دول، او ممكن تعمل حاجة حلوة قوي، ممكن نحط هنا رصيف. تمام، يعني في الحتة اللي فيها فرق دي، وده اللي انا فعلا هعمله. بس قبل ما اعمله انا عايز الزقهم فعلا في بعض كمعلومة عشان نتعلم حاجة جديدة. فانا كده كده محدد الواي اكسس، والله هحرك عليه. هروح هنا للسنابنج تول، السنابنج فبتعمل سناب، بدل ما انا عمال احرك كده هي فري، لا انا عايز احركها، اشد احرك تلزق فيه. هنا هعمل رايت كليك على السنابنج توجل، وهقول له سناب تو فيرتكس، يعني هشد نقطه تلزق في نقطه، شيل دي، هي دي باي ديفولت متعلم عليها، ابقى شيلها. تمام، وهاجي هنشط السنابنج، واجي امسك فيرتكس واشد، اوب لزقت. تمام، نفس القصة على ده، برضو همسك سنابينج واشد فيرتكس كده، كأنه جراوند بلين واحد، لكن هو مش جراوند بلين واحد. F4 عشان نجيب الايدج فيسز، بس انا دايما ما بحبش سيب ده كبير. فانا هحط كام سيجمنتايه كده، نفس القصة 3 3 2، ونفس الموضوع 3 3 2. ده هنسميه اللي هو الرايت بيفمنت، رصيف يعني. اما الناحية التانية فده كنترول V، وهنسميه ليفت بيفمنت او الرصيف الشمالي. زي ما قلنا احنا عايزين نعمل هنا شوية
زي اي حاجه تفصل ده عن ده، زي مثلا شويه روكس او حجاره. في سكريبت حلو قوي هنستخدمه اسمه ديبري ميكر. بصراحه سكريبت جميل فعلا، وبالمره كمان عشان نعرف ازاي نشغل سكريبتس جوه الماكس. هروح ل سكريبتنج وهقول له run script from script، هروح لبي سي واروح ل اي ستادي ماكس 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 2017 ماكس سكريبتس سكريبت ميكر فيرجن 2.mzb. هقوم قايله open، هيقول لي انستول ديبري ميكر ولا ان انستول ديبري ميكر. وهنا في اد ديبري ميكر تو مين منيو، هو هيحطه هنا في المين منيو. انا هشيل دي، هو المفروض باي ديفولت انا يعني عايز سيبها بس انا هشيلها عشان اوريك ازاي تضيفه حتى لو هو مش موجود هنا. الاول انا هعمل ان انستول عشان انا مش فاكر ان كنت حاطه ولا مش حاطه، بس انا هقول له انستول ديبري ميكر، ديبري ميكر هاز بين انستولد سكسسفولي. هقوم قايل له اوكي، هو على طول حط لي السكريبت. انا هشيل السكريبت حاليا وهروح لكاستمايز وهقول له كاستمايز يوزر انترفيس، اهو كاستمايز يوزر انترفيس، هو ده ديبري ميكر. بس ده في الكيبورد، ده في الشورت كاتس. انا مش عايز تول بارز، انا عايز منيو، عايز احط ده في منيو. هروح للمنيوز، هي دي المنيوز اللي عندي لغايه فينيكس. طبعا فينيكس وكركتوا مش هيبقوا عندك لان احنا لسه ما جيناش لفينيكس وكركتوا. فانا هنا هقول له نيو وهسمع، حتى ممكن ما اقولوش نيو، انا ممكن اقوله هنا ديبري ميكر، او اسف صراحه خليها نيو. في نيو انا هكتب ديب ريز ميكر وهم قايل له اوكي. ده كده النيو ايتم بتاعي في المنيوز. هنا لو انا نزلت تحت هلاقي، لو ضغطت حرف الدي هلاقي ديب ريز ميكر. من منيوز هتقوم واخد الديب ريز ميكر وتقوم حاطه هنا كده بعد فينيكس، هو جه هنا بعد فينيكس. هنا يقول لك طب لما تضغط على المنيو تعمل ايه؟ هتقول له في الاكشن تشغل السكريبت ده. فانا عشان اقول له اكشن هفتح المنيو واقوم واخد الاكشن ديبري ميكر اللي هو الكوماند اللي المنيو هتشغله، واقوم جاي حاطه في المنظر ده. لو انا جيت عملت كده هلاقي ديبري ميكر، هقوم ضاغط عليه على طول. المهم انا عايز اقفل ده. انت ممكن تعمل بقى منيوز لكل القوائم اللي انت عايز، او كل السكريبتس اللي انت بتستخدمها. تعمل منيو هنا تسميها مثلا سكريبتس، وتقوم جاي حاطط كل السكريبتس اللي انت بتستخدمها في اوامر، طبعا لو كان هو بينزل هنا. المهم كده احنا خلصنا الدنيا دي، واقوم جاي قافل وهضغط كده اقوم قايل له ديبري ميكر. هو باي ديفولت ما بيظهرش اليو اي مره واحده، فانت تعمل كده اختار اي حاجه من دول وارجع كده تاني هتلاقيها تمام. هو عبارة عن سكريبت على فكرة، لو انت عايز تعرف عنه اكتر اكتب ديبريز ميكر تيتوريال او 3ds max ديبريز ميكر حتى من غير كلمة تيتوريال، وروح على موقعه وهتلاقي هو صاحبه بصراحة عامل شوية سبورت حلوين جدا. ممكن تروح في انفو وتروح هنا على اونلاين هيلب وهتلاقي حاجات كتيرة جدا. انا مش هخوض فيه، انا كل اللي انا عايز اعمله عايز اعمل زي بيفمنت، زي ما انت شايفين اللي هي البريك ستايل. تخد البريك ستايل اللي انت عايزه، انا عايز اخد اللي هي البريك ستايل دي. هقول له لو بولي، طبعا مش عايز هاي بولي لان انا يعني مش هعمل عليهم حاجه. حتى لو عملت انا هعمل سيميوليشن بالبارتكلز، او هعمل سيميوليشن بالداينامكس. فسيميوليشن البارتكلز او الداينامكس يفضل بنسبه 80-90% ان يكون الشغل على حاجه لو بولي، يعني عدد السيجمنتس بتاعتها قليله عشان ما تاخدش وقت. هنا ايروجن اماونت، ديبريز ريجولاريتي، فلات اري، ماسوني وول لو انت عايز تعمل وول، يعني انت جرب زي ما انت عايز. هنا فيرجنز 5 يونيك بريكس اوبجكتس، افتكر احتاج اكتر من 5 تمام، لان احتاج على الناحيتين
تمام كده وول، اختار اللي انت عايزه زي ما قلنا من دي، خلصت قوم قايل له جنريت، اتاكد انك انت عامل لو بولي ديفريز ريجولاريتي، هرفعها شويه ايروجن اماونت، هرفعه بالسنه عشان يبقى فيه حفر في الايدجز، ما تبقاش ايدجز منتظمه، قوم قايل له جنريت. هو هيشتغل ميكينج بريكس 1، هو هيعيش مع نفسه لغايه ما يخلصها. بس نركن الديبريس ميكر، ولو احنا نزلنا كده هلاقي حاططهم هنا. طبعا انا هننظم كل حاجه دلوقتي، بس انا هفتح دي، انا هحتاجه تاني بس مش هعمله، هقوم واخد اوبجكتس من 1 ل 20، هم دول البريكس، وهرفع شيل السناب، وهرفع البريكس بالشكل ده كده، وهعمل لهم سكيل. تمام المنظر. جميل، افتكر هم هيبقوا هنا. نضغط F عشان نروح للفرونت وناخد دول ننزلهم تحت كده برسبكتيف، كده احنا ضمنا ان هما في البرسبكتيف. لو هنكبر سنة وهناخد دول ورا شوية، هاخد دول الناحية التانية، هضغط شيفت واقوم واخدهم الناحية دي كوبي، هقول له كوبي روتيت سناب للروتيشن، لف الروتيشن كله 180 درجة. هي الفكرة بس ان نخلف الترتيب بحيث ما يبقاش الموضوع ايدنتيكال من بعض. احنا عملنا F4، ادي الروكس بتاعتنا. ما افتكرش ان انا هحتاج ده. تمام، احنا عربيتنا هتجري في النص هنا، وهيبقى على اليمين او هيبقى الناحية دي في بقية العربيات اللي واقفة. كده الدنيا معانا تمام. تعالوا بقى نكمل الباقي هنا. اولا انا عايز اعمل، هي العربيات هتبقى واقفة هنا كده، المفروض في هنا زي وول او في جدار. تمام، تعالوا نعمل الجدار ده كمان، مش هعمله بده لان ده هيبقى الموضوع وحش قوي، فانا هروح هنا للبوكس، حتى مش هاخد، مش هعمل بوكس تاني، انا هاخد ده كده وهروح ل الروتيشن وهقول له سناب. بس خلي بالك بقى انك انت هنمسك شيفت ونعمل كده كنترول زد، كنترول زد شيفت الاول، شيفت الاول، وهنعمل 90 كوبي برضو، وهناخد ده فوق F3 عشان نشوف الواير فريم هو اللي هيوضح لي الدنيا فيها ايه. تمام، وهرجع ده ورا سنه، شيفت والناحيه التانيه، وهنعمل كوبي، هنسمي كل حاجه وهنظبط كل حاجه دلوقتي، لان الموضوع كده هيبقى رخم لو ما عملناش التسميه. تمام، وافتكر الدنيا كده معانا تمام، من ناحيه ان احنا عملنا بلوكينج بس للانفايرمنت بتاعتنا هتبقى شكلها عامل ازاي. بعد كده احنا عايزين نبدا نشتغل على الوولز دي، فانا الوولز دي هضغط F4، ويفضل ان احنا نعمل الحركه دي بعد موضوع الوولز. انا مش عايز سيجمنتس هنا، بس انا هروح هنا واقول له ري فاير فورونوي فراجمنتس، هسيب الفراجمنتس زي ما هي، انا في الغالب مش هحتاج اصلا كمان الزيادات دي، يمكن حتى دول 100 كمان كتير، لكن انا زي ما هو معمول كده انا كل اللي هعمله بس
هقوم فنخليها كده. و انا مش هحتاج اعمل ديستراكشن على الوول دي، العربيه لو خبطت هتنزل مكانها تاني، فانا مش هعمل ديستراكشن على الوول، وان يكون هعمل حاجه ظريفه، فعلشان كده هخلي دي مثلا بتاع 300 افتكر هتبقى كويسه. تمام، دول هنسميه هنا بيقول لك تحط نيم سافكس، فانا عايز اخليها ال في، وهو ما قايل له كده. دول خلاص، دول بقى دول زي ما اتفقنا هسميهم ليفت وول فراجز، وهاخدهم زي ما هما، مش شرط ان انا اعمل الامر مره تانية. انا عشان كده مسحت التاني زي ما هما كده شيفت، وهوديهم الناحيه التانية. تمام، وهيبقى اسمهم رايت وول فراجز، وهنا رايت وول فراجز. احنا كده عندنا اتنين سيليكشن ست، يمين وشمال. طبعا الدنيا بدأت تبقى رخمة حبتين، وبدأت تبقى تقيلة شوية، لكن هتبقى زي الفل ان شاء الله. ناخد كده الكالر العادي بتاعنا ونحطه على الكل، وتبقى بالشكل ده كده. ايه اللي هينهار؟ دي هنيجي على دي، وفي الجراوند هنحط برضو ري فاير، اوبس مش اسبرايتي، ري فاير فورونوي فراجمنت. دي هنحتاج شوية كويسين، يعني اكتر كمان من كده، اكتر من كده، وهقول لكم ليه. لان احنا هنحجز حبة منهم، مش هنعمل لهم ديمولش، مش هينزلوا، علشان كده انا كترت شوية العدد، يمكن اخليها اكتر من كده. بالمناسبة لو انت جهازك تقيل شوية، اشتغل على اعداد اقل من اللي انا بشتغل عليها عشان تعرف تكمل معايا. كنترول اس بس الاول عشان نعمل سيف. تمام، بالمنظر ده كده. دول ولا هعمل عليهم اي حاجة، يعني كبيري لو انا عملت، انا ممكن انا احط نويز موديفاير واخلي فيهم irregularity او شوية عدم انتظام، لكن انا هسيبهم زي ما هم كده. عايزين نعمل شوية، او الاول هعمل رايت كليك واقول له convert to editable poly، وده نفس القصة، رايت كليك واقول له convert to editable poly. ليه انا عملت كده هقول لكم دلوقتي. دلوقتي انا عايز احط، طبعا انا مش عايز اسيبه نظيف كده، عايز احط انا شوية صخور، عايز احط شوية اي حاجة، اي نباتات، اي يعني عايز احط شوية حاجات في الارض بحيث ما تبقاش بالمنظر النظيف قوي ده. فانا كل اللي انا عايز اعمله، عايز اروح هنا الاول احط في موديفاير حلو قوي اسمه تيسليت. تيسليت هو بيزود السيجمنتس، بس طبعا التشويه اللي حصل ده نتيجه ان انا هنا عندي التنجن ب 25، فانا عايز اخلي التنجن صيرو. بدل ما اقول له تراينجوليت، لا هقول له كوادز، وهقول له زي ما هي ايدجز، بس هزود العدد بالشكل ده. نفس الامر ده هاخده كوبي واروح للتاني ورايت كليك، وخلي بالك بيست مش بيست انستنسد. ليه؟ علشان لو انا حبيت هنا ازود السيجمنتس ازودها، ما يبقاش عندي مشكله. نفس القصه ممكن اخليها هنا كده. تمام كده، بقت عندي الدنيا تمام، واقدر اشتغل زي ما انا عاوز. هنعمل بينتنج ازاي، وايه هو اللي هنعمله بينتنج اصلا، ايه هو اللي هنرسمه اساسا؟
المنيو اختفت مش عارف ليه، بس ماشي. خلينا نروح ل تاني كاستمايز، كاستمايز يوزر انترفيس. المفروض اعمل، نسيت اعمل سيف لليوزر انترفيس دي، بس مش مشكله. هسمي دي سكريبتس، اضغط حرف الاس اهي، هي سكريبتس دي، وانا هاخدها نحطها هنا، وناخد الكوماند وهحط الدبري ميكر ومعامل سكريبتس وما الى دبري ميكر. دبري ميكر في شويه حاجات كتير قوي، في افتكر ريفر، ريفر ستونز، انا مش عارف دي شكلها ايه اصلا، بس افتكر هي عامله شبه ال شبه الز لا في افتكر ده جنريت. دي كويس، هي دي عامله شبه ال شبه الزلطه، بس يعني فظيعه. تمام، فانا عايز اديليت دي، واقوم قايله هنا اوبتمايز ريزلت، حلو، واقوم قايله جنريت تاني. يا رب يكون الاوبتمايزيشن كويس، ما اضطرش اعملها تاني. كتيرة خلينا نعمل جرافل، افتكر الجرافل هيبقى كويس. هقول له جنريت، فعلا هو ما خدش وقت، وفعلا الاوبتمايزيشن بتاعه كويس، وعدد السيجمنتس كويس جدا يعني. طب انا هنا عملت جرافلية واحده، انا عايز اقول له مثلا اعمل لي مثلا 5 6. هنا الريجولاريتي سايز هرفعه شويه، روفنس هرفع الروفنس حبه، تمام، واقوم عامل اوكي. هنا هيكريتهم على طول بصراحه، فانا هروح هنا وجرافل 1 2 3 4 5 واقوم قايل له اوكي، واقوم رافع دول قدامي هنا كده. تمام، افتكر الدنيا كده تمام. هاخد الجرافلز دول بعيد او بره، تمام، وعايز الشويه دول يعني ارسمهم هنا، يعني احطهم اوزعهم هنا كده. في 50 طريقة للموضوع ده، بس انا هشتغل بطريقة كويسة قوي. اولا عشان اشتغل بالطريقة دي انا عايز اطلع هنا الريبون، فانا هعمل رايت كليك في اي حتة فاضية هنا وهقول له ريبون، وهقول له اوبجكت بينت. اوبجكت بينت هو هنا بيقول لك انا هرسم اوبجكتس على اوبجكتس، يعني هاخد اوبجكتس وكاني بالفرشه كده بالبراش فوتوشوب وهرسمهم هنا كده. بس مبدئيا هنيجي نكليك هنا، هتقول والله انت بينت ويز سيلكت الاوبجكتس ولا بينت وذ اوبجكتس ان ليست، الاثنين زي بعض، بس الفكره هنا هو هياخد اللي انت عاملهم سيلكت دول ويرسمهم. بس انا بحب دايما اللي هي دي لان فيها اوبشنز كتير. انا ممكن اقول له هنا دول الخمسه دول، هقول له اد سيلكتد، هو رصهم هنا خلاص، يبقى دول هيرسم بدول خلاص، اقفل الليست. تمام، بعد كده هنروح بينت اون، انت هتبينت على مين؟ انا هكليك كده الاول، هتبينت على مين؟ هكليك هنا كده، هنا على الجريد، يعني هترسم على الارض بتاع الماكس ولا على السين، اي اوبجكت في السين ولا سيلكتد اوبجكتس، انا هقول له سيلكتد اوبجكتس. تمام، هنا على فكره اديت ليست، لو انت عايز تضيف او تحذف اي حاجه من الليست، هنا هتقول له بيك اوبجكتس لو انت عايز تبيك الاوبجكت اللي هترسم بيه، بس احنا كده بنرجع لورا. خلاص خلاص هو كده جاهز ان هو ان هو يرسم. لو انا رحت قلت له كليكيت على بينت بينت اون، انا ما كليكش هنا، خلاص بينتنج، هو انا مستعد يرسم.
فانت في نقطه ان انا ممكن بعد ما ارسم اعدل حاجات كتير جدا، ده السبيسنج، المسافات اللي بين كل واحد والتاني. خلاص هنا الالاينمنت، انت عايز تعمل الاين على زد ولا واي ولا اكس. فانا لو عملت كده اهو، هو بصوا رسم الاوبشنز. فانا عايز اعمل كنترول زد، تمام. السبيسنج، المسافه زي ما قلنا اللي بين كل واحد والتاني، فانا عايز اقول له مثلا 100، لان انا عامل مسافه كبيره 100. لو انا جيت عملت كده اهي، بقت في مسافه 100 بين كل واحد والتاني، وانا عمال ببينت زي ما انا عايز. انا هكمل بينتنج اهي. عايز اقلل مسافه شويه، وماله 50، قلت وكمل البينتنج زي ما انت عايز. كده 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 اهو، افتكر كده كفايه قوي. في بقى حاجه كمان حلوه، ان انا ممكن اشتغل هنا على السكيلينج. خلاص ممكن ازود سكيل اوبجكتس بالشكل ده، ممكن اكليك هنا وهنا اقول له راندوم. خلاص اعمل راندومايزيشن في السكيل، حاجه بالمنظر ده. خلصت وتمام وكله زي الفل، اضغط على كوميت. خلاص هو كده اعتمد الاوبجكتس دي كلها. لو احنا رحنا هنا هلاقي كل الاوبجكتس اللي هي جرافل 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 كل دول. نفس القصه على ده، هكليك كده هروح هنا، بس الاول اقول له اشوف الليست بتاعي. اوبس، اذا كل حاجه زي ما هي بنفس اعداداتي بنفس حالي بنفس محتالي، هقوم رايح هنا بس اكبر دي شويتين، و هرسم برضو كده كده. ناخد صف هنا مثلا، ناخد هنا كده، تمام. في ثواني الدنيا خلصت، ده الراندومايزيشن. نيجي على الايفن ونرجع هنا للراندوم تاني. تمام بالمنظر ده، جميل. وهكذا على كل، طبعا ما ننساش نضغط كوميت، وهكذا على كل. اضغط F4 هنلاقي الدنيا بتاعي بالمنظر اللي احنا شايفينه كده. كنترول A وهكليك الكلر وهاخد دي واعمل اوكي عشان يبقى كله بالمنظر ده. عايزين بقى نبدأ نظبط اللايرز بتاعتنا. نقفل. ايه بقى حكاية اللايرز دي؟ اولا انا كده مهرجل كده، كل حاجه مع نفسها والدنيا كلها مهرجله قوي يعني. فانا عايز الم دول فلير الجرافلز دي كلها. فانا هروح هنا وهجيب من اول جرافل 1 وانزل تحت خالص لغايه ما اجيب جرافل ما شاء الله 205. اوكي طبعا هو كده جايب كمان معاهم دول، فما فيش مشكله، الدنيا تمام قوي يعني. تمام. بعد كده نروح بقى ليه هنا اللي هي Layer Explorer، وهفضل بقى ان انا اتكلم على موضوع اللايرز والكلام ده كله في المحاضره اللي جايه عشان ناخدها كلها في محاضره واحده.